ده حال موقف الخارجة أسيوط. الزبالة منتشرة في كل مكان وبتهدد بكوارث بيئية للمسافرين. ممكن نشوف كده بنفسنا ورا كل العربيات. طبعا أنا سألت المسؤول قبل ما أصور، قال لي مفيش عمال نظافة، قال لي مفيش عمال نظافة للموقف. نبص كده، نشوف يا جماعة نجيب لكم عمال نظافة ولا حاجة. نشوف كده السواقين بيشتكوا والمواطنين بيشتكوا وكله بيشتكي على عمال النظافة. بص الموقف كله عبارة عن زبالة. يا ريت المسؤولين يتحركوا، المحافظ يهتم بالموضوع. حرام كده يا جماعة، حرام. بصوا قد ايه، بصوا قد ايه الزبالة. طبعا انا لو لفيت الموقف كله مليان وكل اتجاهات، نبص في كل حتة كده ونشوف.